علبة كرتونية مموها أصابي بي هاي عينة عم شوف حضرات ايش هادي علبة بين السيارات العسكرية يتم رفع تشكيلة الو ارفع تشكيلة في إطار محاربة الجريمة بشتى أنواعها تمكنت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بسريانة من الإطاحة بشبكة وطنية تتكون من 3 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 30 و40 سنة تقوم بالتهريب والحيازة قصد المتاجرة بالأقراص المهلوسة أجنبية المنشأ. العملية مكنت من حجز حوالي 7000 كبسولة من المهلوسات والمؤطرات العقلية نوع بريغابالين 300 ميلي غرام وسيارة سياحية تستعمل في نقل الممنوعات إضافة إلى توقيف شخصين وبقاء الشخص الثالث في حال فرار. سيتم تقديم الموقوفون أمام الجهات القضائية فور الانتهاء من التحقيق.